باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من سفر أعمال آبائنا الرسل الأطهار الأصحاح التاسع، بيحكي لنا في الحادثة دي عن إيمان شاول الترسوسي اللي هو بولس الرسول، وفي آية 4 يقول لنا إزاي لما شاف الرب يسوع أبرق حوله نور والمسيح له المجد كان بيكلمه، فيقول كده: فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ هنا المسيح بيكلمه بصفة شخصية كأنه عارفه وهو بيضطهده، فيقول إن استجاب على طول شاول الترسوسي اللي هو بولس الرسول، يقول كده: فقال: من أنت يا سيد؟ فرد عليه المسيح له المجد فقال: الرب أنا يسوع الذي أنت تضطهده. صعب عليك أن ترفس مناخس، يعني صعب عليك إنك هتتعب نفسك أنت وأنت بتقاومني كده، أنت اللي تعبان. والمناخس دي مناخس جوه قلبه مش بره قلبه، جوه قلبه الله بينقصه وكان بيبكته الله وهو بيرفضها، فقال له: صعب عليك هتتعب كده وانت عمال تعاند كده. يقول: فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ هنا نلاقي أن الاستجابة بتاعت شاول الترسوسي أو بولس الرسول سريعة جدا، استجاب في الحال. فيجي حد يتساءل ويقول: بدان الاستجابة كانت سريعة كده، ليه ربنا ما ظهرلوش من بدري؟ وكان آمن من بدري. لا، في حاجات كتيرة ينبغي إن هي تتم بترتيب في علم الله، والحاجات دي كلها الله يبنينا حبة بحبة واحدة واحدة، بيبنينا ويعلمنا مش في لحظة كده. يكمل يقول: فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. يبقى في هنا ماذا ينبغي أن تفعل، في ترتيبات، مش على طول هو شاف المسيح بالمجد أو كلمه أو شاف النور فاعمل كذا خلاص أنت بقيت مسيحي خلاص، لا، في ترتيبات هتتعمل. يقول: فمضى حنانيا ودخل البيت وضع عليه يديه وقال. هنا بقى إيه، دي آية 17، بعد ما دخل المدينة وربنا كلم حنانيا في رؤيا وقال له روح لشاول الترسوسي، يقول مضى حنانيا ودخل البيت ووضع يديه عليه وقال: أيها الأخ شاول، قد أرسلنا الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. في الفترة دي عدت 3 أيام يقول لنا الإنجيل، بس إحنا نطينا الآية 17 على طول، ما كانش لا بياكل ولا بيشرب فيها، وصايم وبيصلي، وهو في الوقت ده كان لا يرى وفاقد البصر. الفترة دي كان عمال إنه يفكر في شريط اللي فات، كل المناخس اللي نخسها له ربنا، ويقدم توبة في الفترة دي. عشان كده الخلاص بتاع الإنسان يقتضي مراحل ربنا يعدي بالإنسان فيها، لازم يعرف حاجات كتير ويفهم حاجات كتير. صحيح ربنا قابله مقابلة شخصية وهو آمن على إثر هذه المقابلة، لكن كان في حاجات كتير مترتبة لشاول الترسوسي. كان في انه يشوف استفانوس ويتأثر بمناخس، كان في انه هو يشوف مسيحيين كتير وهو بيجيبهم ويشوف ايمانهم ويتعلم منهم، كان في حاجات كتير ربنا يصبر عليه عشان يعلمه ازاي الله بيصبر عليه، وهو كمان بعد كده يصبر على الناس. حاجات كتير ربنا بيرتبها في خلاص الواحد، في طريق خلاص الواحد، ترتيبات إلهية عجيبة فعلا، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه على الاستقصاء. ساعات ناس تطلب من أجل حد تقول يا رب ما على طول كده يعني صلحه خلاص، لا، ربنا بيصلح وبيعمل وبيستجيب، بس في أشياء كثيرة ينبغي أن تحدث أولا إلى أن تأتي الساعة ليتقابل فيها المسيح مع الخاطئ أو مع الإنسان، والإنسان يعرف المسيح. فهنا ده اللي حصل، وفعلا
القديس حنانيا مد ايده عليه وابصر وامتلأ من الروح القدس. ربنا يدينا كلنا ان احنا نستجيب وما نرفض مناخس، لان كل يوم الله يعمل مع الانسان عمل خاص. لالهنا كل مجد وكرامه من الان لاباد الاباد كلها، امين.